بسم الله. ربنا آتنا ما وعدتنا من نصر وثبت أقدامنا حتى نكون ثابتين أمام كل الأعداء وكل الشياطين. أمين يا سميع. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة ما قد كنت خلقت عاشت مقدار كيفية أنا أرادها الله، ثم تندثر لكل أسباب الاندثار، موت، تحطيم، تبخر، يعني كل شيء في متناول العلم الحديث. يقول لك المجموعة الشمسية هي مكوناتها، ما هو عمرها، ما هي كثافة كل أجزائها، وقالوا مجر هذا كليك في متناولكم يا بشر. أشبه علماء الفلك حسب ما يقول العلماء، أشبه ما درسوش نوفا سوبر نوفا والترو نوار، هذا كله جاي من الرب. وثم الكون يعني متجانس، كون كون واحد، هل الوحدة الكون ما تحيلهمش بلي الله واحد، باش إن كان الشرك قالوا عيسى ابن الله، ويحيى يلزم قتله ليس بن ما وليس بسيدنا يحيى عليه السلام بمجرم حتى يحل دمه. أنتم اليهود والنصارى أهل النصارى عندكم زي بعض، قتلتم الأنبياء ولا كفرتم بالأنبياء ولا شركتم عزير من الله. أنا ولا ربي لا لازم باش يكون عنده ابن، ولا ابن هذايا وضحكك حقيقته، ولا هو مات لأنه شك في قدرة الله أن يبعث العظام وهي رميم. فلا ماتوا 100 سنة، وبعد بعثوا قالوا كم لبث؟ قالوا يوم وبعض يوم. يعني الجهل عند اللي قال كذاك عزير كان مشهور بعلومه بين ظفرين، وقت يسأل ربي عن قيمة ما بقي غير واعي، بقي ميتا عندنا. قالوا كم لبثت أي في تلك الحالة التي كنت عليها؟ قالوا يوم وبعد يوم. قال حاجة بسيطة، يعني هنا يوريك اللي حتى اللي تدعيه عالم ليس عنده إلا حاجة قليلة، وأوتيت من العلم إلا قليلا. نعود إن شاء الله تعالى، والله يعلمنا حتى نستفيد من القرآن ومن أحاديث الرسول سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، ومن أخلاق الأنبياء جميعا، ومن قصصهم التي ضبطها القرآن، حتى لا يمكن أي إنسان أن يصف الأنبياء عليهم السلام بغير ما وصفهم به مولانا سبحانه وتعالى.